السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي، بالنسبة لهذا التمرين الفكرة إنه we find the schemel tree for the different nodes. يعني we want to calculate the minimum travel time from each origin to each one of these destinations. يعني أنا سأنطلق من node number one وحروح بقية النودز وعندي زمن السفرات بدقائق. يعني وأحب أطلع schemel tree لكل واحدة لأنه حنستعملها إحنا بعدين في chapter number 6 for traffic assignment. خلينا نبدأ بالنود number 1. إذا أنا حاشتغل على النود number 1. Okay, make هنا أروح على صفحة 2. أكتب. بالنسبة للنود number 1. نود 1. Okay. جميل. خلينا نعمل بالنسبة للنود نمبر 1، اوكي ننطلق من نود نمبر 1. في البداية أول ستيب تقول أنا لما حروح من 1 ل 5 زمن السفرة حيكون كم؟ أبدأ من 1 ل 2 8.4، يعني أستعمل لون آخر 8.4 وأستعمل اللون الأحمر الداكن هنا 8.4 لو روحنا كده، اوكي؟ خليني ألون هذه بخط كده ويأخذ لون أحمر سمك وهكذا بحيث أنه واللون يكون هذا اللون. أوكي، بالنسبة من 1 لـ 5 دائما من الناحيه يعني from an algorithmic point of view نبدا دائما لانه يعني تخيل دائما في الباك جراوند اذا انت حتبرمجها حتكون فور لوب ولا شيء من هذا القبيل، فتبدا من 1 لـ 2، من 1 للعدد اللي بعده حيكون 5، من 1 لـ 6 هكذا دوله. هنا حتكون 12.6. بالطبع احنا كل ما لقينا شيء اقل حنغير 12.6، هذا زمن السفر لو رحنا من 1 لـ 5. طبعا احنا نبحث على اقصر تاريخ، يعني ممكن اقصر تاريخ ما يكون 12.6. من 1 لـ 6 كم؟ 5. جميل. This is our first step. Okay. يعني احنا بدأنا في صناعة هذه الشجرة. Okay. يعني فقط نظهر شوية بالديتيل. هذه الزمن اللي يخليك من 1 لـ 5، الزمن اللي يخليك من 1 لـ 2، زمن من 1 لـ 6 عفوا، من 1 لـ 5 لما تاخذ هذه الطرقات. يعني ممكن يكون زمن السفر اقل من كده. فاحنا نشوف من فيرست ران ايش النودز اللي لا ممكن نوصل لهم مباشره من 1، هي 2 و6 و5. ايهم اقل زمن حتى نصل نود نمبر 6 عندك 5 يعني. اوكي ناخذ هذه كمنطلق نشوف من 6 ل 5 كم زمن السفر؟ 7.2 صح؟ اوكي 7.2 يعني 5 هنا مع 7.2 يعطيك كم؟ او ليش نروح هناك؟ نبدا قبل ذلك، مش قلنا احنا دائما نبدا بالاقل في الـ في الـ في الـ في الـ في النمبرينج 6.2 وبعدين نعمل 6.3 وبعدين نعمل 6.5. خلينا نعمل 6.2 كم؟ 5 مع 5 10. 10 اكبر من 8.4، فاكيد هذا الطريق مبدئيا اقصر فمش حنلمسه. بعدين من 6 ل 3 لم يكن هناك يعني طريقه للمرور الا لما فتحنا بهذه يعني من 6. 5 مع 2.2 تعطيك 7.2، فأنا سأكتب هنا 7.2 وبعدين عندي إمكانية إني أغيرها لأنه ممكن يكون الطريق يعني 1 2 2 3 أقصر، وهو مش هيكون أقصر بس يعني مطروح الفكرة إنه يكون أقصر في ستريشن أخرى ممكن يكون أقصر. هنا لو عملت أنا السفرة 1 6 6 3 هتكون 5 مع 2.2 يعني 7.2 دقائق. جميل. بعدين عملنا هذه الآن 6 5 5 دقائق مع 7.2 تطلع 12.2.
أقصر من 12 فاصل 0، يعني لو مريت 1.65 أقل وقت من 1.5 مباشرة. بالتالي خلينا نعمل هذا الخط اللي يربط بين 6.3. إذا لو كان جاد الوقت أكثر من 12.6 هذا الخط مش هنعمله. بالتالي هنا حتصير 5 مع 7.2 12.2 مع 12.6، وهذا الخط يتم سحب خلاص انتهى، لأنه في شيء أقل منه اللي هو هذا. أوكي، الآن إيش عندنا؟ عندنا 12.2 7.2 8.4. نشوف 7.2 ونمشي لاثنين. لو 7.2 مع 7.8 تعطيك كم؟ تعطيك 15. 8.4 أقل، يعني لن تستعمل، ببساطة لن تستعمل هذا الطريق. الآن إيش عندنا؟ من 2 إلى 4، أو عفوا من 3 إلى 4، 3 يعني 7.2 مع 4.3 تعطيك كم؟ 11.5. سأكتب 11.5، أنا أول مرة أصل لأنه نخبر رقم 4. أوكي، نأخذ أب 11.5، هذه الوقت الفاصل، الوقت اللي هياخده تاخذ سيارة أو وسيلة نقل ما بهذا النتورك حتى تصل من 1 إلى 4، 11.5. جميل. الآن من 7.2 مع 4.2 كم؟ 12، هي أقل من 12.2، صح ولا لا؟ يعني هذا الطريق صاير أطول، بالتالي أنا هذه عندي أقصر. أوكي، هنا صارت 12. هكذا تحصلنا على أول إيش؟ تحصلنا على أول تري. إحنا لو ممكن يعني نرسمها بطريقة ثانية، يعني هاخذ this one control D، أصحابهم كلهم هنا. حقيقة الأمر this is my tree. ممكن أعمل هنا يعني أخذ شكل دائري، this is my tree. اوكي، هنا كان النود نمبر 5، هنا عندي 6، هنا عندي 2، هنا عندي 1. اوكي، هنا عندي 4، and here I have 3. Okay, this is the first tree for the node number 1. فعندك زمان السفرات، يعني تعرف نفسك لما تنتقل من 1 إلى 4 ستمر بأقصر طريق اللي هو هذا 1.6.3.4، وزمن السفرة هو 11.5. هذه بالنسبة للنود نمبر 1. خلينا نعمل النود نمبر 2، كنترول دي، خلينا نتخلص من، خلينا نعمل كده أفضل، نتخلص من الخطوط. أوكي، ونخلي النتورك نحتاجه الأزمان أيضا، هذه الألوان الحمراء نتخلص منها. اوكي، نخليه حتى فقط ممكن نستعملها. اوكي، هذه حستعملها بعدين فقط. اوكي، الان بالنسبه للنود نمبر 2، I will start from the node number 2 to go to نمبر 3 4 5 and 6. اوكي، نجي هذه النود نمبر 1 اتفقنا فيها. النود نمبر 2، احنا سننطلق من النود نمبر 2 نبدا باقل نمبرينج، 1 بعدين 3 وبعدين 6. يعني من 2 ل 1 عندك 8.4 الزمن اللي تقطعه لو تروح عن طريق
في طريق مباشر من 2 ل 1. حط الزمن هنا 8.4. من 2 ل 3 7.8. هنا احط 7.8. من 2 ل 5 عفوا هنا ليش ما حذف من كابي ايضا اس. اوكي من 2 ل 6 5. خليني اعمل دوبليكيت نقول من هنا لهنا 5. كوبي ذس هير اند دير رايت 5. جميل، عملنا من 2 ل 1، من 2 ل 3، من 2 ل 6. جميل، بعدين ايش عندنا احنا؟ عندنا 8.4 و5 7.8. نشوف اقل زمن، اقل لود وصل لها الارك اللي هي اقل زمن، هذه تكون المنطلق للنكست ران. فالنود نمبر 6 هي مربوطه مع 1 3 و5. خلينا نشوف الان ايش حتعطينا لما نروح من 6 ل 1. 5 مع 5 10. 10 اكبر من 8.4 فمش هناخذها في عين الاعتبار. الان لو رحنا من 6 ل 3، 5 دقائق مع 2.2 7.2، يعني هذه 7.8 اطول. انا هتخلص من هذه واحط هنا واحط الزمن 7.2. طبعا انت لما يكون عندك قلم رصاص يعني تشتغل افضل. اوكي الان ايش عندنا؟ ايضا عندنا من 6 ل 5، من 6 ل 5 يعني 5 مع 7.2 كم تجي؟ 12.2. واذا لقيت بعدين اقل اوكي اغير. جميل. الآن إيش أصغر؟ 8.4 أو 12.2 أو 7.2؟ 7.2 أكيد. 7.2 مع نبدأ بالنود الأقل في النمبرينج. 7.2 مع 7 هذه النود أوريجينال، أوكي؟ مش هنرسح كده، وي دونت يعني أوريدي إحنا حذفناها هذه. هذه انتهى. هنروح من 2 ل 4، 7.2 و4.3. 11.5. جميل. هجي هنا نكتب 11.5. اوكي عندنا من 3 ل 5 ايضا 7.2 مع 4.8 كم تجي؟ 12. 12 أصغر من 12.2، يعني هذا أطول من لو رحنا من 2 ل 6، من 6 ل 3، من 3 ل 5، أطول من إنه نروح من 2 ل 6 ومن 6 ل 5، فهتكون الآن هتصير هكذا. ماشي. أوكي؟ يعني في النهاية سألنا ثاني. عندنا النود نمبر ايش صار عندنا؟ 8.4 12 و11.5. لو اخذت انت نود نمبر 1 وحاولت تربط مع 5 اطول مع هذه اطول، فانت انت هذا الزمن. بعدين ناخذ النود نمبر 4، من 4 الى 5 11.5 مع 3.3، هذه تجي 14.8، فمش ممكن تاخذ هذا. اوكي الان ناخذ النود نمبر 5، من 5 ل 4 او من 5 ل 1، بالطبع حتجي اكبر من كده، فتقريبا احنا التري الان مستقره. خليني ميك كوبي بيست اوف ماي تري اند it is okay. Just bring to back. Okay, this is my second tree. K.
Okay, this is the schematry for the node number 2. And now let's tackle the node number 3. For the node number 3, ايش عندنا؟ ننطلق من node number 3 ايش عندنا؟ 3 1 عفوا 3 2 3 4 3 5 و 3 6. هذا هم اللي في كونتاكت مباشر مع النود نمبر 3. يعني لما تنطلق من تاخذ 3 كاوريجن تبدا تشتغل من 3 ل 2 عندنا 7.8 زمن الصفر. اوكي بالنسبه للنود نمبر 3 same thing. We start from number 3 here, from 3 to 2, from 3 to 4, from 3 to 5, and from 3 to 6. Have your diamond and you copy paste. And off here. And whatever. Okay. Let's take this one, 7.8. I should write 7.8. Badin, from 3 to 4, 4.3. I copy the link. Okay. Then from 3 to 6, 2.2. قبل 3 from 3 to 6 from 3 to 5 4.8 يعني بحيث انه نحافظ انه نبدا في الترتيب اول عمليه سبريد تبدا بالترتيب التسميات وبعدين تبدا الترتيب في ال يعني هنا عندنا ايش اوبس 4.8 بعدين 2.2 خلينا نعمل كوبي بيست Control D. Okay, this is 3.2. Wonderful. Now, what is the next thing? 4.3 or 4.8 or 2.2 or 7.8? 2.2. Now, we take node number 6. Then we connect it. 6.2. How much is it? 7.2. That means this link is longer. Minus. This is the last one. We add a new link here. From 6.2. يعني اقصر طريق هذا اطول من انك تروح من 3 ل 6 ومن 6 ل 2 هذا طوله كم 2.2 مع 5 7.2 7.2 بعدين عفوا حتى نكون عمليين وانا اونست مع انفسنا لما ننطلق من هنا نبدا في الترتيب We will spread. نبدأ 6-1 بعدين 6-2 بعدين 6-5. Okay. من 6-1 2 مع 2 مع 5 7.2. 7.2. I copy the link. أجي هنا. I copy 7.2. واضح؟ 7.2. إيش عندنا ثاني؟ من 6-2 2.2 مع 5 7.2. 7.2 وهذا اللينك بالطبع اطول اللي هو طوله 7.8 الان حتى نروح فقط انا عملتها قبل شوي بس حتى اكون في الترتيب لازم نكون يعني في الاوردر يعني how you are solving the links هذا خلاص خلصنا من هذا اللينك بعدين عندنا من 6 ل 5 2.2 و7.2 يساوي 9.4 4.8 عصر اوكي بعدين ايش صار عندنا؟ لو رحنا من النود نمبر شنة 7.2 7.2 4.8 4.3 4.3 اقل شيء لو رحنا بيها 5 اوكي السلام عليكم ورحمة الله
نرجع للفيديو. يعني احنا وصلنا لنود نمبر 3، بعدين اوتوماتيكين اتاك ذا نود نمبر 4. بالنسبة لنود نمبر 4 يعني سننطق من نود نمبر 4 نعمل 4 3 بعدين 4 5. فبالنسبة ل 4 3 نود نمبر 4 هنا يعني احذف هذه عن النود 4 3 كم طول ال هذه طولها زمن السفر من 4 ل 3 هي 4.3 دقائق، ونفس الشيء بالنسبة من 4 ل 5 هي 3.3 دقائق. اوكي 3.3 والارك اوكي. بعدين ايش عندنا؟ اقل 5 هي اقل صح؟ خلاص نعمل 5. هل من 5 ل 3 اقل؟ لا، لان 3.3 مع 4.8 حتجي اكثر من 4.8. هذه لا، وفي الاصل نبدا 5 1 5 3 5 6. 5 1 تعطيك كم؟ هنا 12.6 صح؟ مع 3.3 تعطيك 15.9. اوكي خلينا نعمل هنا، واكيد بعدين حنغيرها لانه تعتبر عالية القيمة. هنا هنا 15.9 قلنا في هذا الاتجاه هنا 4.3 ما يناسب. بعدين 5.6.3 ثلاثة ست يعني هنا حتكون 3.3 مع 7.2 حتيجي 10.5. اوكي نعمل دبليكيت كده 10.5. اوكي هنا 10.5 جميل. ايش عندنا ثاني؟ ايش عندنا الان؟ اقل شيء 15 10 و4 خلاص، يعني احنا حنستعمل هذه النقطة 4.3 مع 4.8 مش ممكن تجي. بعدين 4.3 مع 2.2 جي كم؟ جي 6.5 اقل من 10.5. هذه خلاص اوكي تخلص من هذيك، نحذفها ونضيف الارك 4.3 مع 2.2 6.5. اوكي 6.5 هنا خليني اوصلها للاخر. هنا من 3 ل 2 وفي الاصل نبدا بهذه على فكره، نبدا بس مش مشكله مش حتغير شيء كثير. اوكي أصلا نعمل 3 2 3 6 3 2 3 5 3 6 3 2 يعني 4.3 مع 7.8 جيك 8.3 11 و7.4 11 12.1. اوكي يعني هنا حتكون 12.1 ماذا تبقى عندنا؟ تبقى عندنا وصلنا هنا 12 جيم هنا 15 6.5. يا بدي اوكي الان ايش عندنا؟ هنا 12.1 6.5 15.1. ناخذ النود نمبر 6 من 6 ل 1 من 6 ل 1 ومن 6 ل 2 اوكي. طبعا هنا من 6 ل 5 يعني مش ممكن تديك من 6 ل 1 6.5 و5 11.5 يعني هذه تصير هذا الطريق يصير معدم. هنا تصير عندك 11.5 اوبس 11.5
يعني هذا يتم حذفه ويتم إضافة طريق ثاني هكذا، هذه الفكرة يعني. ويصير الطريق حتى تنطلق من النود رقم 4 الواحد تمر بهذا الشكل، يعني تروح من 4 ل 3 من 3 ل 6 من 6 ل 1 تصير 11.5، وهنا من 6 ل 2 6.5 و5 أيضا كم؟ 11.5. هذا الطريق أيضا معدل لأنه في معقل منه اللي هو هذا 11.5. اوكي، جميل. الآن يعني صرت تعرف شكل الشجرة اللي تربط النود 4 بإخوتها اللي هو هذا. اوكي، ممكن اعمل له مكان بين تو باك. So you have your schemat tree. This is for the node 4. If you want to do the same for node 5, نفس الفلسفة. Node 5 تنطلق من node number 5. يحرف يعني. هتكون في copy paste. Okay. بالنسبة للنود number 5 تنطلق من node 5. نبدأ 5-1، 5-3، 5-4 و 5-6، يعني دائما هذا الترتيب، لأنه في البرمجة حتكون loop 4. 5-1 عندك 12.6، 5-2 ما في 5-2، 5-3 و 5-4. 5-3 هتكون مبدئين 4.8. اوكي، دوبليكيت هنا 4.8. بعدين 5-4 دوبليكيت هتكون 3.3. اوكي، عملنا ايش اقل شيء لما تلف 3.3. 3.3 لو ربطت من 4 ل 3 كم تيجي؟ 3.3 مع 4.3 تيجي 7، هذه 4. اوكي، يعني هنا ما عندها ولا معنى. بعدين اللي بعدها من 3 and we want to spread، يا اما نمشي في هذا الاتجاه او في هذا الاتجاه. لا لا لسه 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 يا اصدقائي الحلوين، ما عملنا، احنا بدأنا من 5، عملنا 5-1، 5-3، 5-4، لازم نعمل 5-6. نسيتها اصلا، انه انت يو سبريد، يعني انت تحسب زمن السفره من 5 الى الاتجاهات هذيك. فهنا عندك 7.2، بعدين نغيرها اذا لقينا طريق اقل زمن، يعني 7.2. جميل، يعني نرجع عملنا من نود نمبر 1 الى للنودز في الكونتاكت، بالكونتاكت المباشر. الخطوه الثانيه نشوف في كل هذه النودز اقل شيء. اذا لقينا مثلا 2 متساويين، لو كانت هذه مثلا هذه 3.3 وهذه 3.3 زيها، تختار النود المرحله الثانيه، تختار النود 4 او 6 تبدا بها. لا، اختار النود رقم 4، دائما تختار اللي في الترتيب اقل، يعني تشوف المسافه الاقل ثم اذا تساووا تاخذ الترتيب الاقل. اوكي، خلينا نرجعها زي ما كانت. الان عملنا 5-1، 5-3، 5-4، 5-6، اقل شيء هو هذا 3.3. اذا حبيت تعمل سبريد من 4، من 4 ل 3 حتديك قيمه اكبر. اوكي، يعني هذه مش حتضيف خطين، وفي كل حالات هي شجره مش حتلقى فيها لوب مقفل. هنا 4.8، 4.8 you can spread. خلينا نجرب 4.8 مع 2.2 تديك كم؟ تديك 7، يعني أقل من هذه القيمة. بالتالي هنا عندنا 7، خلاص انتهينا منها. أنا بدأت بستة، هو في نظريا لازم، خلينا نكون عمليين، يعني
اشتغل بنفس فلسفة الألجوريتم، حيث إنه ما خليها زي ما هي أصلا. ننطلق من 3، تبدأ بالترتيب 3 2، 3 4، 3 6. 3 2 تجيب كم؟ عندنا 4.8 و7.8، يجيك 15.6. اوكي، خليني اخذ بيست من هنا مباشرة الأفضل. 15.6، جميل. هذه هنا 4.8 في الرابعة، لا تناسب يعني، خلينا بعدين نشوف. هذه هنا هتجي 4.8 مع 2.2 تجي 7، جميل. نحط 7، وهذا الأرك صار غير موجود لأنه مكانه هيكون أقصر طريق هو عن طريق 3 6، يعني حتى نروح 6 من 5 6 مباشرة أطول من إنك تروح 5 3 3 6. هذه الفكرة ببساطة. جميل، إيش عندنا الآن؟ هذه خلاص انتهينا منها، 3.3 انتهينا منها تمام. إيش قاعد عندنا؟ 4.8 انتهينا منها، النود هذه والنود هذه. أوكي، أنا عندي 15.7 12.6. لو مرينا من هنا وروحنا لل1 هتجيك كم؟ 7.5 12. أوكي 12، بالتالي 12.6 هذه في حكم الماضي. جميل، نفس الشيء 6 2 هنا 7 و5 12، هنا 15.6 خلاص، هذه في حكم الماضي. هنا 12. اوكي، كده صار عندنا سكيما 3 4 The node number 5. Oops. Let me copy paste. Like that. I'll have to send it back. بالتالي من 5 هتتمشي ال 4 خط مباشر، هتتمشي ال 1 لازم تعمل 5 3 3 6 6 1، هتتمشي ال 2 تعمل 5 3 3 6 6 2، حتى تمشي 3 5 3، حتى تمشي 6 5 3 7. هذه الفكرة. بقي النود من؟ نود أي نود؟ 6. خلاص خلص النود 6 وينتهي التمرين. ننطلق من 6، 6 نبدأ 6 1 6 على بركة الله، 6 1 6 2 6 3 6 5. جميل، 6 1 كم؟ 5. حط 5. بعدين 6 2 5، ممكن اعملها كده اكثر. اوبس، كده كنترول دي اند اكد عايز يجيك ده ممكن اب وهنا اب 5 5. بعدين من 5 1 5 2 5 3، هنا 2.2 كده محل الوقت، خلينا نعملهم 2 مع بعض ونرتاح. هنا من 5.3 عندنا 2.2، ومن عفوا من 6 ل 3 2.2، ومن 6 ل 5 7.2 مبدئين. 7.2، جميل. الآن بعد ما عملت أول سبريد تشوف أي أقل قيمة 2.2، خلاص انطلق من نود نمبر 3. لو رحت ايش اقل قيمة مربوطة فيها؟ 2، عندك 2 ايش المربوط فيها؟ 2 و4 و5 و6 بالطبع، لانه هي هنا في الاتجاهين. لو كان يعني تدو اتجاه واحد الامور تصير معقدة اكثر، لانه لازم تاخذ كل اتجاه لحاله. اوكي،
لكن هنا بكل الأحوال إحنا ننطلق من مو في اتجاه ستة، ننطلق من ستة في اتجاه البقية. جميل. فثلاثة، ثلاثة اثنين، عندك اثنين فاصل اثنين مع سبعة فاصل ثمانية أكبر من خمسة، مش هتحدد فيها. بعدين اثنين فاصل اثنين مع أربعة فاصل ثلاثة، هذه ممكن نعملها كده كابي، ناخدها هنا وتصير كم هنا؟ أوكي. 2.2 مع 4.3 تجي 6.5، 6.5 أوكي. بعدين 2.2 مع 4.8 تجي 7 أوكي. يعني هذه لا ستحذف، ها وهيصير عندك خط آخر هنا ويساوي 7 أوكي. الآن إيش صار عندنا؟ عندنا 6.5 و7 و5 و5، أيتهما تأخذها قبل؟ في النظرية هنا النظرية تأخذ اللي 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 النودز أقل عدد نودز في وسطك الستة، لكن بما إنه هنا عندك أنت موصل مباشرة مع ستة خلاص ستأخذ في اللي في ترقيم أقل، يعني رقم واحد خلاص من واحد الاثنين. هنا عندنا 8.4 بس هنا 5 خلاص، يعني مش ممكن تربطها كده. ومن 1 ل 7 عندنا 12.6 مش ممكن تربطها، يعني هذا الواحد مسكين اوكي. We will not talk about this واحد. بعدين نيجي ل 2، من 2 ل 1 عندك 5 مع 8.4 مش هيضبط الحال لانه هنا قيمه 5. بعدين من 2 ل 3 اوريدي هذه 2.2 اوكي. وإيش تبقى؟ بعدين نمر لسبعة، من سبعة لخمسة أيضا مش هتضبط، من سبعة عفوا من نمر لقيمة ستة ونص، هنا ستة ونص مع 3.3 تجي قيمة أكبر من سبعة مش هتضبط. بعدين نمر لنود نمبر 5، من خمسة الواحد لا مش هتضبط، من خمسة ال ثلاثة هنا أقل أوريدي، من خمسة الأربعة أيضا سبعة مع 3.3 تجي 10 فاصل، وهنا 6.5. يعني أوريدي إحنا الآن we have iterated على كل النودز، خلاص طلعنا الشجرة اللي توصلك من النود نمبر 6 إلى كل أو بقية النودز اللي عندنا في النتورك. جميل. الآن صار عندي إيش؟ يعني لو حبينا نجمعهم نود 1 نود 2 نود 3 نود 5 نود 6، عندي هذه التشكيلة الجميلة من نود 1 لنود 6 أوكي. بالطبع يعني عندك هنا من كل أوريجين في نود 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5، كل واحدة عندك كم الزمن اللي مثلا من 6 ل 4 الزمن اللي لازم هو 6.5. فانت ممكن تعمل اوريجين ديستنيشن تايم ترافل ماتريكس، ماتريكس لزمن السفره، وتحط فيه هذه القيم وتحسب بالطبع المينيمم الموست اكسسبل زون والليست اكسسبل زون. موست اكسسبل زون يعني لو جينا عوضنا، لو اخذنا مثلا يعني ناخذ شيء ابيض اوكي، نتخلص من هذه كده اوكي، الاشياء الحمراء هذه اب 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 اوكي. هذا ايضا جينا مثلا سيبك من هذا، جينا اصدرنا ماتريكس مثلا تيبل، خليني التيبل هذه اعملها مثلا اوكي. اخذ ماتريكس 7 على 7، هل استطيع ان يكون عندي السايز تيبلز
أصغر فيها. This is my matrix. My time travel matrix. OD. Oops. OD origin destination. هنا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. Can I insert another table layout? Insert. هنا أيضا كده insert. هنا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. خليني أعملهم كلهم كده centered. ممكن أخذ أحاول أعداد كده محطوط باللون الأسود هذه بولت. خلينا ناخذ جميل. من واحد لواحد تايم ترافل صفر. خلينا نعملهم كلهم سنتريد. اوكي هذه صفر 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 وصفر. من واحد لاثنين هذه شفت من واحد لاثنين واحد ثلاثة واحد. هذه بتاخذها من رقم واحد عندك هنا. من واحد لاثنين 8.4. من واحد الثلاثة ترافل تايم وين ثلاثة 7.2. ف خليني اخذها بعدين. كابي سويت عندي انا اسفل بليست اسحبها هنا بعدين او ديليتد. اوكي عندك من واحد لاثنين 8.4. من واحد لثلاثة عندنا 7.2. من واحد لأربعة عندنا 11.5. من واحد لخمسة عندنا 5. من واحد عفوا من واحد لخمسة عندنا ايش قلنا 12. من واحد لستة 5. بعدين ان من يعني هذا ممكن اخلص منها تماما يعني محتاجها. اوكي اروح على ماي نتورك اخذ النود نمبر 2. بالنسبة للنود نمبر 2 لو تشوف هنا طبعا انت لو عملتها بقلم الرصاص يعني لحالك كده في الامتحان كده معك يعني تشيك اسهل من اللي بعمله انا على الباوربوينت. إنه الباربوت إذا عرفت عندك من 2 إلى 1 من 2 إلى 1 8.4 يعني هو في حقيقة يعني النتورك سيمتريك فهتكون سيمتريك الأمور بس من 2 إلى 1 8.4 من 2 ل 2 0 من 2 إلى 3 عندنا 7.2. أوكي من 2 إلى 3 عندنا 7.2. من 2 إلى 4 عندنا 11.5. من 2 إلى 5 عندنا 12. وتقريبا 1 و 2 نفس الـ الزاوية. 2 إلى 5 12. 2 إلى 6 5 زي هنا في سيمتري في هذا الجزء. 5 إلى 5 بعدين هذه بالنسبة للنود نمبر تو. خلينا نمشي نود نمبر 3. هذه نود نمبر 3 ناخذ القيم. اوكي من 3 ل 1 7.2 لان هي نفسها من 1 ل 3 في سيمتري. من 3 ل 2 هي نفسها من 2 ل 3 حتكون 7.2. من ايش قلنا من 3 ل 2 7.2.
من 3-3-0، من 3-4 4.3، من 3-4 4.3، من 3-5 4.8، من 3-6 2.2. اوكي خلص من هذا، يعني الأمر للنود اللي بعد هي النود 4 11. إذا عندنا شيش، هذه بالنود 4، من 4 ل 1 وين واحد؟ أنا صديقنا تلاتاش ونص، اللي هي من واحد لأربعة، واحد تلقاها تلاتاش ونص، لأنها سيمتريك، تشوف أنت، ها؟ تلاتاش ونص، أنا مش عايز أمليها كده مباشرة، لأني نعرف اللي هي سيمتريك، من أربعة لاثنين حتكون من اثنين لأربعة، تكون حداش ونص أيضا، من أربعة لاثنين أيضا حداش ونص، حداش ونص، من أربعة ثلاثة هي نفسها من ثلاثة لأربعة، حتكون أربعة فاصل ثلاثة، من أربعة لثلاثة. اوكي هي 4.3. جميل، لو كان عندك ارك في اتجاه واحد تصير امور اسيمتريك، لانك ستاخذ اتجاه اخر. بعدين من 4 ل 5 4 ل 4 0، من 4 ل 5 3.3. اوكي من 4 ل 6 6.5. اوكي هذه اوكي هذه نود 4، بعدين عندنا وين النود 5؟ This is your node number 5. نجمعهم مع بعض. Group. Copy. Paste. ايش عندنا؟ من 5 ل 1 هي نفسها من 1 ل 5 حتكون. من 12. من 5 ل 1 12. من 5 ل 2 هي نفسها من 2 إلى 5 اللي هي 12، من 5 ل 2 12 أيضا، من 5 ل 3 هي نفسها من 3 ل 5 حتكون 4.8، 5 ل 3 4.8، من 5 ل 4 اللي هي نفسها من 4 إلى 5 3.8، 5 ل 4 3.8، بعد من 5 ل 6 7. يعني أكيد من 6 ل 1 هتكون نفسها من 1 ل 6 5. بعدين يعني ناخذ آخر نود، نود نمبر 6، جروب، أوكي، أوبس، أخذت معها لا إله إلا الله، أوكي، الآن من 6 ل 1 5 اللي هي من 1 ل 6، من 6 ل 2 اللي هي من 2 إلى 6 5، من 6 ل 2 هتكون 5، إنه عندك سيمتري هنا، من 6 ل 3 اللي هي من 3 ل 6 هتكون 2، من 6 ل 3 هتكون 5.2، 5.2، ومن 6 ل 4 هي نفسها من 4 ل 6 هتكون 6.5، 6 ل 4 6.5، زي ما قلنا. من 6 ل 5 هي نفسها من 5 ل 6 7، من 6 ل 5 7 مجهول، من 6 ل 6 0. اوكي الان لو جمعنا كده على الكالنز هنجمع كل التراف، يعني زمن الصفرات، مجموع الصفرات اللي تصل الى النود نمبر 1. لو عملنا السيجما هنا، خليني بالله انسرت السيجما اللي هي رمز جمع. اوكي sum of t او t i g على don't like this control z control z control z control z. اوكي I will do it like this.
some are in lines of TIG. Okay. ولو جمعنا كده وهتكون سيمتريك لو كنت اشتغلتها كده، بس هي كده اكثر منطقي، كان ليها اكثر منطقي. خليني I take all this and I don't know if I can come good. Is it not? Okay. So, I want just اخذ كوبي اخذها على الاكسل واريح نفسي بسرعه يعني، بحيث اني ما ولا تشتغلها بكالكوليتر، انا هشتغلها على الاكسل ربحا للوقت بالنسبة لي. أنا رجل يعني أحب ربح الوقت في هذه الأمور. أوكي؟ ماشي هذا. خليها كده. سام أوف تي باي جي. إيش sum of TIG. Okay, this one you say sum of the elements H. Okay, لما تجمعهم يدي لك 44.1. Okay, أنا ممكن أسحب هذا هكذا. أقل قيمة ماذا؟ 6 ولا لا؟ 25.7 25.7 3 و 6 أقل شيء. Okay. هذا يساوي sum of the elements here. Okay. فالقيم 25.7 هنا بالنسبة للنود number 3 والنمبر 7. تشيل النودز نمبر 3. أخذ هذه القيم. Okay. Okay. أبيض. لا. Okay. Send it to me. Which is on the cell. مش مشكلة. فبالتالي لما تجي تشوف انت اقل القيم هي 25.7 و 25.7 يعني بالنود 3 والنود 6. نود 3 والنود 6 are the most accessible. Yeah, they have the same accessibility by the way. Okay. Node number 3 and number 6. And the least accessible هما النود 1 and 2. هذم عندهم أقل accessibility ممكنة، لأنه حتى على الأطراف هنا عندك مسافات طويلة جدا، هنا عندك 5-5 في نوع من السيمتري بالنسبة لهذا المثال. إذا أنا ما أخطأت في شيء معين يعني، أتصور إني ما أخطأت بس ما أدري. نتيجة جد كده، ففي هذه الحالة تلقى إنه الـ nodes 3 and 6 are the most accessible. يعني في بعض الأحيان يعني ممكن لا ينفرد واحد بالدور البطل يعني الأول. فالmost accessible هما 3 و 6 لأنهم عندهم نفس المجموع الـ travel times على الكالند. والleast accessible هما 1 and 2. هذا اللي حبيت أقوله بالنسبة لهذا التمرين، وشكرا جزيلا لكم. I will send you all this stuff.